وأكيد هلأ رح نروح لمساحتنا الطبية لليوم، فمع تطور الطب ومجالاته أصبح استخدام البلازما هو الخيار الأمثل لكثير من الحالات. ما عاد مقتصر طبعا هالشي للوجه ولتجديد خلايا، بل اليوم استخدم في زراعة الأسنان ومجالات أخرى. لنتعرف أكثر على الموضوع أكيد بصيرنا نرحب مع بعض بالدكتورة باسمة الشيخ، وهي ماجستير أمراض اللثة وزراعة الأسنان وحاصلة على براءة اختراع باستخدام بلازما الدم مع الزراعات الطبية. صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيك النور، دكتورة. أهلا فيكم. يسعد صباحك. يعني بالبداية دكتورة، عم تقرأ زميلتي فرح من المقدمة أنه ما اقتصر البلازما على فقط تجميل الوجه والشعر، لا صار في له استخدامات تانية. بالبداية خلينا نعرف شو هو البلازما وكيف حولتي فعلا استخدامه لزراعة الأسنان. هلا البلازما كتعريف هي احدث تقنيات القرن ال21. فكرتها الاساسيه انه نحن عم نكثف عوامل النمو الجروس فاكتورز الموجودين ضمن البلازما بالمنطقه المستهدفه. كفكره عن الجروس فاكتورز او عوامل النمو، هي وسائط حيويه فعاله بيتم تشكيلها بنق العظم وبتتخزن ضمن حبيبات خاصه بالصفيحات الدمويه. هلا لما بصير في اذى بمنطقه معينه، اول شيء بيجي على منطقه الاذى هو الصفيحات. مثلا لاول شيء اللي بيكون بدنا اياه نوقف النزف، وقفيت الصفيحات للنزف، بعدين بتتحلل الصفيحات بتطلع الجروس فاكتورز اللي هي عوامل النمو الموجوده ضمنها. وقتها بيبدا الشغل، هي بتنشط تشكل اوعيه جديده، تحول خلايا، بتشكل لنا الياف، بتشكل بشره. حسب شو صار عندي اذى بهالمنطقه، الجروس فاكتورز او عوامل النمو بتعيد ترميمها للمنطقه وبترجع لوضعها الطبيعي. التكنيك اللي نحن بنستخدمه انه هاي الجروس فاكتورز ما بنتركها ضمن تركيزها العادي، عم نزيد تركيزها مشان ننشط الشفاء، ننشط التسرع تبع الشفاء والتجدد بالمنطقه، نحصل على نسج احسن وبوقت اسرع، بلا وزمه، بلا الم، هي العلامات المرافقه للالتهاب. نعم، خلينا نحكي كمان بمجال الأسنان وبشكل تفصيلي كيف البلازما ممكن تخدمنا، شو هي الخيارات اللي ممكن نحن نقول فعلا اليوم نحن صار فينا نستخدم البلازما للأسنان بهي الأغراض. هلا الحلو بموضوع البلازما اكثر شيء بموضوع الزرع السني، مين الناس اللي بيحتاجوا زرع اكثر شيء؟ الناس اللي عندهم فقد اسنان متعدد، الناس اللي عندهم كميه عظم محدوده، ارتفاع عظم محدود، نوعيه عظمهم سيئه، فهدول كثير من الاحيان عم يفشل الزرع عندهم، وبيحتاجوا نوع من الزرعات هي زرعات قصيره حتى مهنسبة نسبه النجاح الكبيره. لما عم نطبق البلازما بغض النظر عن حالة المريض، عنده سكر، عنده هشاشية عظام، مدخن، عمره كبير كتير، عم يتشكل عندي حد الزرعة عظم مثل الحجر بفضل البلازما. هاي الطريقة اللي أنا أخذت فيها براءة ابتكار، عم نفعل الزرعة، عم نفعل العظم ومنحطهم مع بعضهم، بعدين بتشوفي شفاء سريع، نوعية عظم ممتازة بغض النظر عن حالة المريض. نعم، كنا عم نحكي انه اخذتي براءة او حصلتي على براءة اختراع بزراعة الاسنان عبر البلازما وطبقتي اول حالة بسوريا، خلينا نحكي عن هذا المجال، كيف كانت اول حالة وكيف كان رد الفعل وشو حسيتي لما نجح الاختراع والاكتشاف؟ نحن دخلناها على سوريا بال 2008، مثل ما عم اقول انه هي الحالات اللي عم يفشل فيها الزرع كثير، اللي كمان الزرع بيترافق بألم، بعدين عملية مكلفة. البلازما ما فيها ألم ابدا، ابدا. الحلو فيها انه ما في الم، ما في وزمه، عم تعطي نوعيه عظم ممتازه بغض النظر عن حاله المريض. لما طبقناها في مرضى كان مستحيل يكون عندهم زرع ناجح، والف حمد لله هلا صار لهم 10 سنين، في منهم عمره 80، في عمره 70 سنه، بتلاقي مثل كانه هلا حاطين لهم الزرع. بعدين عملت هيك حركه بقسم الاسنان، صاروا حتى مطالبين فيها طلاب الدراسات، عملنا دورات فيها، عملوا عليها رسالات ماجستير ودكتوراه، يعني عملت حركة وعطت شفاء ممتاز ومنيحة. نعم، خلينا نحكي عن إيجابيات البلازما، سلبياتها، وإمتى نحن فعلا فينا نقول للمريض إنه للأسف هاي الحالة ما بتنفع فيها البلازما، خلينا ندور على حل تاني. هلا البلازما ما لها سلبيات، الحلو بالبلازما انها هي نعمه من ربنا موجوده بجسمنا ولا لها اي تاثير جانبي، نحن عم ناخذ الدم، عم نكثفهم للجروس فاكتورز وعم نرجعهم للمريض، يعني دائما دائما شيء ايجابي، هو شيء موجود بجسمنا ما بيعطي رده فعل سلبيه، حتى نحن لو كثفناهم مستحيل يصير في رد فعل سلبي لانه في اليه ضبط بالاصل موجوده بالجسم، يعني في عوامل بتنشط، عوامل بتثبطها، فدائما مضبوط الموضوع. طيب خلينا نحكي لك عن ممكن أن تظهر أعراض سلبية بعد الحقن بالبلازما، في سلبيات اكتشفتيها بعد تطبيق أول حالة؟ لا
أبداً، بالعكس تفاجأوا المرضى إنه ممكن مثلاً نعمل زرع كامل للفك السفلي، ما يحتاج مسكن، حتى الورم ضمن الحد الأدنى. شو كانت ردة فعل المرضى لما شافوا؟ يعني كثير المريض إنه مثلاً أنا عامل زرع، عامل جراحة كبيرة، إني ما أحتاج مسكن، ما أتألم، ما أورم، بعدين الحلو ضمان النتيجة لبعدين واستمراريتها. نعم، كمان خلينا نحكي عن التكلفة. يعني دائما المريض بيميل للوسائل المتطورة واللي لها نتائج خلينا نقول بنسب عالية، حتى إذا ما كانت 100% 90%. نعم. دائما بيسأل دكتورة يمكن هذا السؤال، قد ايه نسبة النجاح؟ اليوم هو بدنا نعرف نحن قد ايه تكاليفه ممكن يتحملها الشخص، لانه يعني هيك علاج حديث دائما بيخطر على بالنا انه ممكن تكون تكلفته جدا عالية ما يقدر يتحملها. ابدا، تكلفته متواضعة وخفيفة. هلأ هو الموضوع شخصي، المشكلة عندنا ما في مقاييس للموضوع، بس هو كمادي وكتكلفة لا. الحلو انك عم تطبقيها بوقت الجراحة، عم تاخدي دم من المريض، إلا تكنيك كتير خاص وبدها دقة وبدها عقامة. يعني ما انه الموضوع هيك مين ما اجى عباله، للأسف شوي صار شائع، شوي ما في دقة بموضوعه، هي خطيرة كتير وبدها كتير دقة وبدها كتير عقامة، وتكلفتها عادية. يعني بس بدنا تيوبات خاصة لجمع الدم، بالنسبة لنا مواد الخاصة تبع التسفيل وتبع، بس مو هالكلفة العالية. ما في أشخاص معينين ممكن مثلا ما تزبط عليهم البلازما؟ لا، فينا نعممها على جميع تماما. المرضى حتى بالتجميل استخدمناها، حتى الجراحات بالفم اللي كانت منسقة بسبب الألم اللي بتعمله رجعت من جديد، لا ما بقى في ألم، ما بقى في وزمة. دكتورة يمكن مثل ما قلتي صار استخدام البلازما مشاع جدا حتى بمراكز التجميل وما في اخصائيين، يعني هل في تقنيه او جهاز معين لفصل البلازما عن الدم، او انه في اي شخص يروح على المخبر مثل ما عم يعملوا اغلب العالم ويروح يحلل وياخذ التحليل اللي عند الدكتور؟ اي بتفضلي واي الاصح؟ الاصح تنعمل عندك بالعياده وبوقت الجراحة. غلط كبير اني والله انا ابعت المريض على مخبر، هلأ لما بحلل دم عند المخبر شيء، ولما بده يرجع لي الدم احقنه انا بجسم المريض شيء تاني، صار في خلل بالعقامة، ممكن حتى بالمادة بتركيزة بالطبقات اللي لازم نفصلها. التكنيك كتير دقيق وبده كتير حرص وعناية، بس ما كتير شائع هالموضوع عنا، يعني عمموا في وعشوائي. في أجهزة خاصة لفصل طبعا البلازما؟ طبعا بدها مسفلة خاصة طبعا. نعم. طيب دكتورة خلينا نرجع شوي لتجربتك الشخصية وكيف فعلا قدرت تحصلي على براءة الاختراع، الظروف يلي مريتي فيها وقد ايه تعبتي، ويمكن حتى مين ساعدك، مين كان جنبك بهي المرحلة؟ والله كانت صعبة كتير لأنه إجيت يعني تقريبا بوضع الأزمة ببلدنا تماما، بس الحمد لله يعني بتحسي نحن الناس بيحبوا بلدنا وبنحب بعض، لذلك ألف حمد لله مثلا الناس اللي دعموني، أهل بيتي، عميدة الكلية كمان ساعدتني، حتى لما إجا مرة مثلا حدا من أشهر الناس بأمريكا اللي بيشتغلوا فيها تفاجأ إنه نحن بسوريا بنشتغل بهيك تكنيك. هي يعني هي من جهة عالمية براءة الاختراع؟ إيه الحمد لله حصلت عليها من جهة عالمية. لسه ما سجلت عالميا لأن إجت بالأزمة وبظروف صعبة. من أي جهة يعني تسجل؟ بس أخذتها هون، هلا أنا أخذتها هون وسجلتها بسوريا هون تمام، بس لما إجا حدا من برا اسمه ليكوفيك تفاجأ إنه نحن بسوريا عنا هيك تكنيك، يعني بينظروا لنا إنه نحن شوي درجة متدنية، بس نحن كتير حققنا شيء مميز. يعني لأول مرة ألف حمد لله بالعالم الحالات اللي هي فشل بالزرع مو بس بتنجح، لا وبيزيدوا العظم عندهم، وبعد 10 سنين لسه كأنه هلأ حاطينها. حتى عملناها بعمليات تجميل، تصنيع أنف كامل طبقناها مع دكتور تجميل، جابوا طعم وفعلناه بالبلازما، تفاجأ المريض ثاني يوم ما في ألم، ما بده مسكن، ما في ورم، نتائج مذهلة. بالندبات مثلا بتلاقي مثلا اذا في ندبات بالوش بدال فيلر ويروح تاثيره كل فتره، تطبيقين او ثلاثه تعبت نسج من جسمه للمريض، لكن بالشكل الصحيح مثل ما حكينا تماما، بدها كثير اصول بتطبيقها. يعني دكتوره عم نحكي عن استخدامات البلازما ان كان لخلايا البشره والوجه، ان كان للاسنان وايضا للشعر، كثير لها استخدامات تمام مميزه فعلا، لكن اذا بدنا نحكي عن النتائج البلازما فينا نقول انه هي نتائج دائمه بغض النظر عن الاسنان الاستخدامات الاخرى. كم مرة ممكن يحتاج المريض لعملية لجلسات البلازما وقد ايه فعلا نتائجها مضمونة 100%؟ هلا بشكل عام بتلاحظي النتيجة من أول تطبيقات، بس لحتى تحصلي على تأثير واضح بدها 2 لـ3 فواصل شي 20 يوم بين المرة. في من مثلا ناس من اللي عم يتساقط شعرهم طبقناها مع دكاترة التجميل، يعني فرح المريض كتير إنه يطلع له خصل، إيه ما أنا شغلة قليلة، يعني خصوصي الستات بيعني لهم كتير هالموضوع. طبعا.
دكتورة، أنت طبقتي البلازما بزرع الأسنان، قلنا إلى مجالات تجميلية أخرى، إن كان بالوجه، إن كان بالندبات الحروق مثل ما حكيتي، وتجميل الأنف هلا تمام. فاجأتينا فيه. في إلى مجالات تانية، في أطباء بسوريا عم يستخدموه لشيء تاني، مثلا الشعر، ما ايه، بعرف. حتى مثلا في موضوع الخدود، اللي بيعملوا خدود بالشحم، كان الشحم ممكن يتحلل، ممكن مثلا ما يصير شحم حي، لما بنطبق معاه البلازما بصيروا يسمنوا الخدود مع المريضة، يعني حولتيه لشيء حي. الشغلات اللي كمان بتفيد فيها القرحات المؤلمة، لما بنطبق لها البلازما سرعة شفاء، نوعية تندب ممتازة، الآلام العضلية، تمزق الأربطة والأوتار المؤلم جدا، كمان بتعطي نتيجة، يعني تركيب دخلت المفاصل، بالاستطبابات كمان، تماما مو بس بالشيء التجميلي. كل شيء. هي فكرتها انه انا لما عم غلف اي طعم، عم حطه باي منطقه، عم بعمل منطقه فعاله، يعني مثلا اذا الشفاء او الشيء بيكون عادي، انا عم سرعه، عم فاعله، عم بعطي نوعيه ممتازه من النسج باي المنطقه. نعم دكتورة، دائما بيكون السؤال انه في اشخاص بيكون معهم امراض معينة، خلينا نقول مثلا سكري، ضغط، يعني او حتى نقص حديد، هي الامراض كلها، بما انه نحن عم ناخذ حتى الصفيحات الدموية، فهو بالاصل يمكن المريض ما عنده حديد بيساعده لتجديد هي الخلايا، فهون شو ممكن ينصح الدكتور للمريض حتى يبدا معه بهي الجلسات وياخذ نتائج فعلية؟ هلا البلازما بشكل عام يعني بتتاثر شوي في فقر الدم، بتتاثر بحاله المريض، بس الحلو فيها انه مثلا مريض السكري ممكن يصير عنده نزف زياده، بتتفاجئ انه لما بتطبقيها بيوقف النزف فورا، انت عم تكثفي عوامل شفاء وعوامل تخثر بالمنطقه، ما في شيء، ما في شيء يعني انه شيء خاص بمريض معين ابدا. نعم يعني ما إلا مضاد اصلا، لا ما عم تحطي شيء غريب، نعم بس الشيء اللي بالجسم عم تزيدي تكثيف وليس الا. يعني البلازما فينا نعتبرها هي مثل المادة السحرية اي بإيدين الأطباء. اي هل عم تفكري إنك تجربيها بشيء تاني؟ هل ببالك إنه ممكن تستخدم بشيء تاني بهم الأسنان أو شيء تجميلي؟ حاولتي تكتشفي هذا الموضوع؟ هلا انا الحلو فيها انه هي نعمه من ربنا موجوده بجسمنا، واللي بيفاجئك انه نتائج ما في علاج بالعالم مهما تطور بيعطيك المستوى اللي بتعطيكي فيه ممكن أمراض البلازما، مستعصية تتعالج فيها بالمستقبل القريب؟ كثير كثير ممكن. الحلو فيها مثل ما عم اقول لك انه ممكن دواء يعطي تاثيرات جانبيه، هي لا، انه انا منطقه فيها خلل طبقت لها البلازما مثلا طعم فعلته بالبلازما، بتتفاجئي بدرجه التقبل بالجسم والشفاء المذهل اللي عم يمكن بيصير. لأنه الدم منه وفيه تماما، للجسم. ما عم تحطي شيء غريب ابدا. نعم دكتورة، إذا بدنا نحكي على النتائج اللي أخذوها المرضى ويلي يمكن كانوا ناطرين نتائج أقل وتفاجؤوا اي بحجم النتائج اليوم، كيف بتوصفي لنا يمكن نسبة التفاوت بين كل جسم وآخر وبين كل شخص والتاني؟ هل هي نتائج واحدة، الرضا واحد، ولا كيف كان؟ هلا الحلو انه بيتفاجئ المريض، مثلا انت عامله جراحه كبيره، هو اكل هم، خايف، درجه الالم، درجه الورم، بيتفاجئ انه احيانا ما بياخذ مسكن، يعني كثير بتعطي احساس حلو عند المرضى، والحلو انه انت ما في اي رده فعل جانبيه، ما عم تطبقي شيء، لا بيعمل له التهاب، لا رده فعل مناعي، يعني مثلا مره اجانا مريض ما قال انه عم ياخذ مانع تخثر، صار نزف فظيع، بمجرد تطبيقه وقف النزف فورا. نعم المسا مثلا يتفاجأ يومين ثلاثة انه الشيء اللي بده شفاء شهر عم ياخد اسبوع، حلو الاحساس، نعم غير موضوع والرضا عم الالم بيكون نور. دائما من جميع المرضى، ونسبة النجاح واحدة، خلينا اي نقول يعني هذا الشيء كثير مذهل بعالم الطب، تماما انه احيانا في شخص بيكون جسمه بيختلف عن جسم الشخص تماما الثاني والمريض الثاني، لكن انه يكون فعلا هذا الرضا وهي النتائج الموحدة، هو خلينا نقول فعلا هو الشيء مثل السحر. اي الحمد لله تماما تماما. أكيد. خلينا نحكي لك عن كمان براءة الاختراع لما سجلتيها بسوريا، يعني عم نشوف بالفترة الأخيرة مع أنه في عنا كان أزمة بسوريا وحرب على سوريا، في كثير من الشباب الأكاديميين والموهوبين والفعلا المثقفين والدارسين عم يسجلوا كثير نقاط لسوريا حتى يوصلوا رسالة لكل العالم، نحن بسوريا عم نشتغل، نحن موجودين، نحن مبدعين. شو كان إحساسك والكلمة اللي انحفرت بذاكرتك ما بتنسيها، إن كان من أهلك، إن كان من دكاترتك كمان المشرفين عليك؟ هلا نحن الشيء اللي يبين بالسوريين باللي ضلوا، نحن بنحب سوريا ومصرين انه نساعدها ترجع مثل اول واحسن، وانا انبسطت كثير انه لما عميدة الكلية تقول لي انه غيرتي وجه القسم، عملتي لنا اكشن، يعني كانوا عم يشتروا المواضيع نفسها، لما بتدخلي شيء بيعطيكي هالنتيجة، بيعطيكي هالسرعة، هالنوعية الشفاء، شغلة حلوة كثير.
يعني انه مثلا وحتى انه نحن كسيدات حلو تحققي هيك انجاز وضمن هالظروف وضمن هالوضع الصعب. أكيد بالنسبة لأيضا زملائك اللي اليوم قدروا يستفيدوا من تجربتك ومن براءة الاختراع هي، فاليوم قد ايه بتحس انه انت فعلا قادرة تطوري شيء جديد بمساعدتهم يكون عمل جماعي بدل ما يكون ممكن عمل فردي، كل شخص يضيف من تجربته ومن دراسته لحتى يعمل انجاز خلينا نقول اكبر من البلازما ويتوسع عالميا. يا ريت والله انا بتمنى يصير هيك كان شيء. في هيك اقتراح او فكرة؟ بتمنى بس ما يمكن لانه الظروف صعبة، بس اذا صار في تضافر للجهود ايه ممكن ينعطى نتائج أحسن. نعم. يعني حتى بس بشكل عام فيك تقولي عم نطبقها بكثير مجالات وعم تعطي نتائج ممتازة. نعم. طب خلينا لكان نحكي من حضرتك دكتورة نصائح لكل السيدات بخصوص البلازما واللي ما تعرفوا عليها، هل بتنصحيهم يجربوها وشو بتنصحي كل سيدة تعرف جسمها منيح وتعرف شو ممكن من جسمها تستفيد؟ تماما. هلا الحلو مثلا كلنا ممكن تستخدمي كريمات عمر، ماركات فاخره عمر، البلازما بجلسه وحده انت عم تعملي توعيه بالوش، عم تنشطي الياف الكولاجين، يعني النضاره اللي بتاخديها بجلسه او جلستين احسن ما تستخدمي العمر كله كريمات، وارخص نتائجها ممتازه، مثلا اللي بهر شعرهم كثير يعني للست والله صار في بقع براسة او شيء بتفاجئك انه من اول اسبوع بيوقف هر الشعر، فتره ما طويله بيبلش يطلع شعر جديد، كثير عم تعطي نتائج ممتازه. نعم يعني دكتوره نحن بدنا نبارك لك على براءه الاختراع واكيد نحن دائما نتمنى يكون في مثل حضرتك يضيفوا دائما شيء للطب ويضيفوا دائما لبلدنا اختراعات واكيد موهبه جديده. كثير نحن بدنا نشكر وجودك معنا لليوم ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودك معنا، ويعني دمعتك الممزوجه بهي الابتسامه هي اكبر دليل قديش فخوره بالانجاز المهم. ان شاء الله لانجازات ثانيه مهمه بعالم الطب والصحه يستفيدوا منها كل السوريين بالاخص وطبعا العالم بشكل عام. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. اما هلا